كان بحاجته بشكل كتير كبير. والشعب السوري انت ما سألتي كيفك، بيقول لك مكتئب، ضايق خلي، وبعضهم بيقول مكتئب. فهي الكلمة قد ايه بتكون فعلا هي اكتئاب حقيقي او حالة حزن ممكن تمرق، ويمكن نستعيد فيها حياتنا بشكل جديد ونستعيد قوتنا تاني يوم، او لا فترة الاكتئاب ممكن تطول تتحول لحزن ممكن يخيم علينا ويخلينا ما نمارس حياتنا بشكل طبيعي، وهون بيكون الاكتئاب الحقيقي. اكيد مريتي فيه سلمى؟ لا الحمد لله لهلا. يعني بيقولوا دائما الشخص اللي بيوصل لمرحلة بيقدر ما يقدر يكمل حياته أو يمارس شغله، فهون صار فيه لازم يعمل وقفة ويتجه لشخص مختص. وبنعرف بالأمور النفسية بالذات الناس تكون كتير صعب أنه هي تروح لعند طبيب نفسي أو تستشير فيها. تماماً، هون تكون الصعوبة. خلينا نتعرف إيمت بيكون الاكتئاب خطير، إيمت بيكون بيمنعنا من ممارسة حياتنا، وشو لازم نتصرف. طبعاً كل هالمعلومات والأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا الاختصاصية الدكتورة صبا محمد، اختصاص طب نفسي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. اليوم مثل ما قلنا لما بنحكي عن حالة الاكتئاب فهي يمكن 90% من الأشخاص اليوم بهي الظروف وهي الضغوط عم بيعانوا منها. إمتى بيكون الاكتئاب هو حالة حزن عابرة، وإمتى فينا نقول إنه هذا الاكتئاب هو مرض فعلا بيحتاج تدخل طبيب نفسي؟ تمام. رح بلش أول شيء، صباح الخير تاني، بلش بفكرة إنه نحنا كلنا أكيد ما في حدا مننا ما مر بظروف صعبة وبمواقف محزنة واختبر شعور الحزن. بالذات بهيك مواقف بتزعلنا بتأذينا كتير، يعني الشيء الغير طبيعي إنه إحنا ما نمر بشعور الحزن اللي هو لازم نرتكس ولازم يعني نعبر عن هذا الشيء. الاكتئاب بيفرق إنه نحنا طالما مرينا بالظرف أو بالموقف الصعب، طالما نحل أو مثلا مشي الحال، لقينا مثلا يتجاوزنا يا أما لقينا حل معين، راحت هيدا المشاعر السلبية، راح شعور الحزن من عنا. هيك بيختلف عن الاكتئاب اللي شعور الحزن والمزاج المنخفض والأعراض اللي هلأ حنحكيها بتضل مستمرة فترة كتير طويلة، وبتضل يعني حتى بتسيطر على أي موقف بمر فيه الشخص، يعني حتى بمواقف سعيدة بحياته هو دائما مسيطر عليه هذا الشيء. ومن هون بنصير بنقول انه هذا اضطراب، هذا بحاجة لمساعدة نفسية، ما انه شعور حزن بسيط مرق وهيك، بحاجة أكيد لأنه يتساعد الشخص. طيب دكتورة صبا، خلينا نعرف أكثر. اليوم مثل ما حضرتك حكيتي في كتير مشاعر ممكن تكون حزينة الإنسان يمر فيها، ولكن الاكتئاب هو شيء مختلف تماما. شو المسببات للاكتئاب؟ هل هي رد نفسي ممكن يكون هو مسبب الاكتئاب، أم هل هي طبيعة أشخاص؟ أحيانا حتى الوراثة ممكن تلعب دور، شو الأسباب؟ تمام. هي الفكرة هون كمان ضرورية صح، يعني المواقف المحزنة اللي منورق فيها وارد تكون كتير عامل مطلق للاضطراب الاكتئاب، بس الفكرة انه في اشخاص معرضين اكتر من اشخاص، هون بيلعب الدور العامل الوراثي والقصة العائلية اللي هي كتير مهمة ضمن الاكتئاب. يعني غالبا ما منلاقي الشخص لحاله عم يعاني، بيكون بالعيلة في قصص تانية، في حدا عنده هذا الاضطراب كمان، فأكيد العوامل الوراثية مبدئيا كتير مهم. تاني شيء العوامل الثانية اللي هي نحنا بنجمعها بكلمة بايو سايكو سوشيال، بالبايو بمعنى العوامل البيولوجية، يعني نحنا بأي اضطراب من اضطرابات نفسية النواقل العصبية، في نظريات نزلت من فترة الطب النفسي بتعرفوا دراسات كتير جديدة ولساته أصلا عم يندرس، فالنواقل العصبية بتضطرب بالدماغ اضطرابها، ومنها السيروتونين، منها النور أدرينالين، النور إبنفرين له، اضطرابها بالدماغ هو بيحدث هالانخفاض بالمزاج، هالفقد المتعة، هالشعور دائما بالبطاءة النفسية الحركية، نشاط الحركي بيروح عند الشخص، ما بقى عنده طاقة يعمل شيء. بالإضافة لأشياء عوامل نفسية وعوامل اجتماعية، يعني ما في أي اضطراب نفسي مثل خبرتكم هو اجتماع عوامل، فالمشاكل النفسية مثلا عند الشخص منها شخصيته للشخص أساسا، إذا هو حساس زيادة، هو كيف بيتعاطى مع الظروف، وارد يكون متعرض لردود بالطفولة مثلا فقد أحد الوالدين أو مثلا تعنيف بالطفولة، أي موضوع من هيدا المواضيع أثرت فيه بنفسيته خلال تطوره. خلال هي العوامل الاجتماعية هي المحيط فيه، المجتمع، المشاكل مثلا إذا ببيئة العمل أو ببيئة الأسرة بحد ذاتها، يعني المنزل، علاقته بأهله، ممكن كمان هون نرجع للتعنيف أو يعني المشاكل الأسرية المستمرة اللي هي كمان عامل ضغط نفسي كتير كبير، وبيئة العمل بيكون في مشاكل ضمن هدول. هدول عوامل مطلقة بنسميها للاضطراب اللي هو أساساً عنده استعداد إله الشخص بيكون.
برأيك دكتورة مع الأشخاص اللي فعلا عندهم هي قصة مرض بالعائلة ممكن يعملوا تحصين لأولادهم في حال عندهم كان هذا الوعي والدراية بخطورة هذا المرض ويدعموهم نفسيا واجتماعيا حتى نحن نحميهم من يمكن هذا المطب المؤلم يلي بيكون للأشخاص كلياتهم اللي حوالين المريض أو لا ممكن رغم الدعم يتعرض الطفل لمثل هذا المرض؟ طبعا لما تكون البيئه المحيطه فيه كثير داعمه كثير محبه للطفل كثير يعني دائما عم بيحاولوا انه هو يكونوا دائما جنبه باي ظرف باي وضع اكيد هذا الشيء بيلعب دور كثير ايجابي ومنيح بس بالنهايه نحن ما فينا نسيطر على كل شيء بيتعرض له بالحياه برا البيت العوامل المطلقه هي اللي بالمجتمع المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الظروف هي مو بايدنا اساسا فهو وارد يتعرض رغم هيدا يعني رغم بس انه ممكن اقل ممكن اقل بس يعني ما في الاكتئاب ما بيجي لمثلا فئات معينه اكثر من فئات هو للكل صغار او كبار يعني ممكن يكون الشخص عايش حياه كثير منيحه كثير هي بس اساسا وكثير محبه للوسط الداعم داعم حواليه وكل شيء اساسا عنده العامل الوراثي وعنده الاستعداد فوارد من عامل مطلق بسيط نحن ما نشوفه يطلق المرض بس بشكل عام البيئات هناك هو أشياء عندها أكيد اللي تعنف اللي كان ممكن يكون بلا أشياء عندها كمان طيب دكتورة صبا خلينا نحكي هل في للاكتئاب مراحل هلأ نحن بنسمع مصطلحات علمية هي يمكن ما كلياتها بنعرف معناها اكتئاب حاد اكتئاب أحادي القطب اكتئاب ما بعرف يعني أسماء كتير بنسمع عنها وبنقرأ عنها هل هو مراحل يعني ممكن الشخص يمر ببداية اكتئاب عادي بعدين ينتقل لمرحلة تانية شو الفروقات بيناتهم؟ هو بصراحة مثل درجات نحن بنقوله وفي نوعين هو اللي هي اكتئاب أحادي قطب وثنائي قطب ثنائي قطب صرنا يعني بمرض مختلف بنقله باي بولر يعني هو بيجي نوبات اكتئابية مع نوبات هوسية بنقله هون المرض صار يعني مو بس انت بدك تعالجي الاكتئاب بدك تعالجي ثنائي القطب بشكل عام اما الاكتئاب احادي القطب اللي عم نحكي عنه نحن هلا هو درجات ممكن يكون خفيف متوسط الشده او شديد لدرجه تعطيل كثير كبيره الخفيف ممكن يكون الشخص عم يختبر هيدا الاعراض اللي كمان هلا حنقولها عم يختبر هالانخفاض المزاج فقد المتعه وكذا بس ما انا معطله بشكل اساسي لحياته المهنيه مثلا هو قادر يكمل شغله بس هي معطله بشغلات ثانيه مثلا هو ما قادر يكون مع شخص بحبه ما قادر يكون مع اصدقائه وبيئه تسلايه وهيك بس مكمل شغله المتوسط والشديد بنلاقي التعطيل اكثر بالحياه المهنيه بالحياه الاجتماعيه عموما بيصيروا الاعراض اشد وبيصير بحاجه اكثر انه فعلا يراجع يحصل على مساعده طبيب نفسي او معالج نفسي اكتئاب ما بعد الولاده كمان يلي بنسمع عنه كثير شو مدى صحة هذا الاكتئاب وكيف فينا نحن ندعم الأم خاصة بالمولود الأول لحتى يمكن تتجاوز هذا الاكتئاب؟ طبعاً كتير هي حالة مهمة ولازم إنه يعني نتطرق لها أكيد يعني هن الأم أساساً بتكون مارقة ب يعني حالة الولادة والحمل الحمل والولادة وكلها هي حالة شدة كتير كبيرة يعني وإذا هي أساساً عندها العامل المطلق أو عندها هذا الاستعداد ف يعني الاعراض اللي بتختبرها كثير ضروري ندعمها كثير ضروري نفهم هالمشاعر السلبيه اللي هي عم تمرق فيها ضروري كمان يعني تحصل على مساعده نساعدها تحصل على مساعده بالاخير هي هون لا هي حتهتم بحالها بعد ولا تهتم بطفلها اللي بحاجتها جدا بهيدي بهي الفتره يعني. ممكن يكون كمان اكتئاب كثير كبير ياثر على الام طبعاً. لدرجه انه ممكن تترك طفلها او ممكن يسبب لها حاله دمار لفتره معينه ممكن يوصل للانتحار حتى وحتى انه ممكن تاذي طفلها بحالات هم تتدخلوا دوائيا او لا دكتوره طبعا ضروري جدا انه ندخل دوائيا يعني تحصل على مساعده اساسا الدعم اللي يعني نضل حواليها من زوجها من اهلها ويساعدوها على الحصول على مساعده طبيه اكيد طيب دكتورة خلينا نحكي عن العلاجات ودور العلاج النفسي والعلاج الدوائي بهاي المرحلة والأهم يمكن دور المحيط لأنه بنعرف إنه بعض الحالات إذا ما كان في داعم لها فحتى لو عطيناها أدوية أو حاولنا معاها فرح ترجع تنتكس مرة ثانية تمام أكيد أول شيء نحن وقت تيجي لعنا الحالة أكيد أول شيء حنشوف درجة الاكتئاب اللي عندها فحنقدر يعني حنشوف الحالة إنها هي بحاجة لدواء يعني بحاجة لعلاج دوائي بالبداية وبعدين بنحولها أكيد بنفس يعني بنفس الدرجة العلاج الدوائي مع العلاج السلوكي البيئة تبعها البيئة المحيطة الداعمة أهلها رفقاتها إذا متزوجة زوجها أكيد كتير بيلعبوا دور يعني إذا هن ما كانوا داعمين ما كانوا واقفين معه أو معها يعني فأكيد هذا الشيء يعني ما بيخلي العلاج يكون فعال بشكل حقيقي
بس نحن بالبداية يعني هي الأعراض اللي طبعاً اللي بتختبرها الشخص اللي ضروري كان إنه نقولها، هي لازم يكون عندنا 5 أعراض مستمرة لأسبوعين لحتى نحن نقول إنه هاي الحالة إنه اكتئاب، ولازم تكون معطلة للحياة الاجتماعية المهنية. شو هن دكتور؟ الأعراض هن أول شيء مزاج منخفض، أهم شيء الشعور بالحزن، انخفاض الطاقة، فقد المتعة. يعني الشخص بيكون أساساً نحن بنعرفه بيتسلى بهالأمور، بيساوي هالأشياء بحياته، حالياً ما عاد عم يلاقي المتعة نفسها من نفس الأشياء اللي كان قبل يتسلى فيها. بيصير مثلاً البطاقة النفسية اللي حكينا لها إنه ما بقى في نشاط على الشيء، بيضلوا بيفضل يقعد بالتخت ما يساوي شيء، ما عنده هالنشاط. ممكن يصير يلوم حاله على أشياء هو ما ذنبه فيها، فهون بيكون في شعور بالدونية تجاه الآخرين، يعني شعوره بنفسه بيكون خاطئ. ممكن توصل لمرحلة يصير عنده أعراض جسدية ما أنا مفسرة أبداً بأي شيء عضوي، مثلاً آلام معممة، بنلاقي أكثر السيدات بتشكي من هذا الشيء، آلام معممة، صداع ما عم تتفسر وما في أي شيء، فهو وارد يكون بسبب اكتئاب. كمان ممكن توصل للمرحلة اللي تكون شديدة كتير لتوصل لمحاولات انتحار، تكون أفكار انتحارية وأدت لمحاولات انتحار. كمان فقدان الشهية والقلق وقلة النوم من المعروف عنا إنه من أعراض الاكتئاب كمان، فهون بدنا ندخل بالجانب الجسدي اللي بيأثر عليه الاكتئاب، إنه نحن ما بقى العامل النفسي فقط، في تأثيرات سلبية على الجسد، خلينا نحكي عنه. تمام أكيد بيصير. يعني هلا هي الشهية ممكن تصير على فرط شهية أو نقص شهية، وممكن يصير بالأرق أو فرط نوم، فهون بنسميه مثلا إنه نموذجي ولا نموذجي الاكتئاب بيكون. أكيد هل بيأثر كتير على تركيز الشخص، على صحته الجسدية، ممكن لاقي كتير نحف أو بالعكس مثلا كتير سمن، وهذا أدى لأنه نظرته لحاله كمان أدت ل يعني يزعل يتضايق، ثقته بنفسه كمان تتأثر. بس أكيد أهم شيء الحالة الجسدية مثل ما تقولي، حالة عضوية، نحن هون لازم نطلب المساعدة، لأنه الشخص الآن مثلا ممكن يصير ما بقى ياكل، ما بقى عم يتفاعل مع المحيط، انعزل قاعد بالبيت، فهذا الشيء أكيد بيأثر كتير على صحته. طيب دكتورة، بعض الحالات اللي بتنصاب بالاكتئاب واللي بيكون لها مسبب واضح من قدام الناس، يعني مثلا تعرض لأزمة نفسية أو لشدة نفسية أو صار معه مشكلة كتير كبيرة ما قدر إنه هو يتحكم فيها لوحده ومشاعره، فبيقولوا بس تزول هاي المشكلة رح يرجع طبيعي، ما في داعي إنه يتعالج، وما في داعي، هو منيح ما فيه شيء، بس هو متضايق من هالقصة، بس ينحل هالموضوع لحتروح كل الأعراض اللي شايفينها. هل هذا الشيء صح؟ في حالات صح، في شيء بنسميه اضطراب التأقلم، نحن adjustment disorder. هذا الاضطراب هو بشكل أساسي متعلق بحادث هيك راض أو بمشكلة، موضوع زعجه، خسر حدا بحبه، أي شيء من هالأشياء. ممكن حتى تغيير أوقات وسط المحيط ممكن يلعب دور بهالشيء، وشفنا نماذج كبيرة كان عائلة انتقلت من مدينة لمدينة أو من دولة لدولة وارد. فدخلوا الأشخاص يمكن بهذا النوع من الاكتئاب. هي هون بيكون متعلق بهذا العامل اللي صار، بأنه ما عم يتأقلم مع الظروف الجديدة الصعبة، بتكون بيصير في أعراض اكتئابية. بنشوف هي ما بتحقق كل الـ5 أعراض مثلا، بس نحن بنلاقي كم عرض اكتئابي عنده، والفارق الأساسي إنه هو متى ما تحسنت الظروف حواليه أو تجاوزها أو يعني انحلت بأي طريقة، بنلاقي انزالت الأعراض أو تلاشت بخلال شهور، يعني أقل حتى بفترة قصيرة، وما بقى ضلت هاي الأعراض. فهذا الفرق عن الاكتئاب. بينما إذا تستمر الشخص بنفس الأعراض، عم يمر بنفس الحالة الصعبة هي، فهو خلص صرنا باضطراب الاكتئاب وبحاجة لعلاج. دكتورة، الخوف دائما من الأهل في حال تعرض الطفل أو الصبية والشاب لحالة اكتئاب وتم عرضه على طبيب نفسي وتدخل هون الجانب الدوائي، بيكون في حالة خوف من الأهل، هل يسبب الإدمان في حال وقفنا الدواء؟ ممكن يرجع في حالة انتكاس أصعب من بداية هذا المرض أو لا؟ خلينا نوضح فكرة الجانب الدوائي. بداية الأدوية اللي نحن بنعطيها هي مضادات اكتئاب، مضادات اكتئاب ما بتسبب إدمان، هي شغلة ضرورية كتير. يعني نحن عنا فئة من الأدوية اللي هي حالات القلق، هي اللي ممكن تسبب إدمان بأدويتنا النفسية. بين مضادات الاكتئاب أبدا ما بتسبب إدمان، وهي آمنة. يعني إحنا أساسا الشخص لما نعطيها يعني منحضره للأعراض الجانبية اللي ممكن تطلع له، يعني هي أعراض بسيطة، أعراض جسدية أحيانا هضمية هيك، بس أكيد ما بيوصل لأنه لا إدمان ولا شيء، لأنه إحنا ممكن نحط الشخص عليها سنة، وإذا صار نكس أكثر ممكن يضل عليها مدى الحياة. هي في عنا أصناف كثيرة منها، إنه مثبطات إعادة قبض السيروتونين اللي مثل إنه هو بيتدخل بهيدا الاضطراب، النور أدرينالين كمان SNRI نسميها هي، في مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقة،
فهدون كلهم ما بيسببوا إدمان ضروري. صح الناس عندها هيدي الفكرة، فنحن دائما بنشرح لهم إياها، بنشرح لهم إنه يعني ابنهم غالبا هن بيكونوا شايفينه، خاصة إذا أم أو أهل جابوا ابنهم، يعني عم ينعزل، ما عم صحته عم تروح بالأخير، ما عم يتفاعل، ما بقى مثل الأطفال التانيين أو مثل الشباب اللي بعمره هيك. يعني بتلاقيهم هن اقتنعوا بالعلاج بشكل أفضل، وعلى التحسن يعني يبلش معنا من أسبوعين، وبعد كأول هجمة اكتئابية بنخليها عليها 6 شهور لسنة، الأفضل إنه نضلنا سنة على العلاج. مع الوقت بنحطه بصورة إنه أي عامل مطلق، أي مشكلة كتير كبيرة، مثلا خسارة حدا بحبه، شيء صعب مرق فيه، وارد إنه ينكس، وارد إنه يرجع يحس بنفس الأشياء، وقتها إنه بس يعني هو بيكون عنده هيدا البصيرة أو هذا الإحساس بحاله، يعني بيلجأ للمساعدة بشكل أسرع. طيب دكتورة، بعض العلاجات بنسمع مثلا هلا في كتير ناس بتخاف منها، لأنه يمكن الصورة النمطية اللي تاخدت عليها يمكن بالمسلسلات أو بالأفلام كانت صورة سيئة، اللي هي بعض العلاجات اللي بالكهرباء. يعني في أشخاص لما بيكون الأزمة حادة عندهم بيضطر وجودهم بالمشفى، بيضطر أنه لأنه بيكون في مواد صار نقص مثلا بأملاح بالدماغ أو ما إلى ذلك، وبعدها بينوصف لهم مثلا فترة علاجية طويلة الأمد بالأدوية. هذا النوع من المرض، وخصوصا شخص أحيانا إذا بطل يأخذ الدواء بيصير عنده مشاكل. فخلينا نحكي كل قديش لازم يراجع طبيب، إذا صار معه شدة نفسية بيتغير دواء ولا لا، هدول تفاصيل كلها اللي حتى يمكن في ناس ممكن تكون تشجعت لمرة وراحت وبعدين بطلت. تمام، أكيد. هلأ بالبداية حأحكي عن جلسات التخريج اللي قلتي عنها. في حالات بالاكتئاب بنلجأ لجلسات تخريج كهربائي، وهي حالات لأنه مثلا ما بقى استفاد الشخص على العلاج الدوائي بشكل مناسب، أو رغبته هو بأنه ما بقى يكمل أدوية يعمل هاي الجلسات. وارد كمان بحالات الانتحار، اللي مثلا انه افكار انتحاريه او هي محاولات صارت متكرره انتحاريه. هون هو علاج سريع وهو علاج امن، يعني دائما بنقول للكل انه هو امن، هو عباره عن احنا عم نقلد اختلاج لمده ثواني بالدماغ، عم ياثر على النواقل العصبيه اللي بالدماغ ويوازن من مستوياتها. فآمن تماماً، الناس عندها فكرة عنه مثل ما قلتي من الأفلام وهيك، إنه هو كتير خطير، كتير بخوف المريض، بيتحضر أكيد قبله، بيتخدر، بيعطي مرخي عضلي وهيك، يعني مشان إنه هو ما بيحس أبداً بهيدي الحالة. وهي بتعطينا تأثير كتير سريع، هو مؤقت يعني أوقات، بس هو بيكون سريع كعلاج هيك. علاج بعد بيصير يراجعنا المريض، ممكن إذا لقينا حاجة إنه نحطه على الأدوية الدواء على الفموية الأدوية ويكمل عليها. طبعا نحن كل اذا راجعنا مثلا اول فتره يراجعنا كل شهر، احنا بنشوفه للمريض اول شيء بعد شهر، بنشوف اذا تحسنت الاعراض، بنشوف اذا طلع له اعراض جانبيه، وهيك على المراجعات المستمره ممكن نشوف انه خفت الاعراض وزالت، فنحن نسحب الدواء بشكل تدريجي وما يضل عم ياخذ الدواء كل حياته. بس اذا صار تطنيش وما اخذه بشكل صحيح وما التزم فيه، اكيد ما حتتحسن الاعراض، وهذا حيؤدي اكثر انه يستمر الاضطراب معه لفتره طويله. دكتوره، استمرار الاضطراب او حتى انتكاس الحاله، انت بتصير شخص بعد ما تمثل للشفاء بصير معه حاله انتكاس، يمكن يرجع الوضع يكون اصعب من قبل، هون ممكن تتدخلوا بشكل دوائي او بشكل من نوع ثاني، فخبرينا عن هذا الموضوع. تمام. أكيد، مثل ما قلنا إنه الظروف اللي بيمرق فيها الشخص، يعني إحنا لما شخصنا الشخص أو المريض هذا باضطراب الاكتئاب، وارد دائما نحطه بصورة إنه أي عامل مطلق تاني جديد أو صعوبات بالحياة مرقت، وارد إنها تؤدي لانتكاسة، وهذا النكس هون يعني بيكون بنفس الطريقة، هو حيختبر نفس الأعراض، حيشوف حاله إنه هو خلص ما بقى قدران يكمل وهيك. هون غالبا ممكن هن يلجأوا للمساعده منهم من حالهم، او اذا في محيط داعم انه دائما لهم انتبهوا عليه بهيدي الحاله انه هو يلجأ للمساعده. في حالات معينه ممكن يكملوا بالعلاج السلوكي، العلاج النفسي. العلاج النفسي هذا في انواع علاجات متعدده، هي ممكن تخلي المريض يتاقلم اكثر مع الظروف، يقدر يعني يتعاطى معها بشكل افضل، بشكل انه هي ما تؤدي لانه كثير رد فعل سلبي وكثير شديد. فاذا كمل عليها وهي بتكون الجلسات مستمره يعني لفترات طويلة، وارد أنه كمان تساعده كتير بالعلاج أكيد إذا لجأ. أكيد دكتورة، نحن نتمنى الصحة والسلامة النفسية خاصة، لأنه من هون نحن يمكن كل جوانب الحياة بتكون صح في حال كنا نفسيا صح ونفسيا قادرين ندعم حالنا وتكون شخصيتنا قوية، قادرة يمكن تتجاوز كل مطبات الحياة. تمام. اللي أكيد ما في شخص إلا ما مرق بمطب من هي المطبات. الصحة النفسية لا تقل أهمية عن صحة جسدية، يعني بتمنى الناس أنه عن جد توصل لهيدي القناعة. أكيد، مشكورة دكتورة إليك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم.
ما هلا فرح لحالي.